زي ما عارفين كلنا رمضان كريم وبيجي بخير، عشان كده نكهة خاصة هتكون عامرة بأكلات جديدة ومتنوعة. طلب كده اعرف الفطيره بالعجينه بتاعت الفطيره لما نجي اعملها في البدايه. خليكي قريبه. الأكلة الواحدة بتتعمل بكم طريقة. أهلا بالخير في شهر الخير. تابعونا على قناة سودانية 24 في برنامج نكهة خاصة.